بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفويس اولادي التالت بتاع المنظمة التالتة. هنبدأ بالكلمات اللي اداتها دير فوسبال، دير جارتن، جيبورتس اورت، جيبورتس تاج. الكلمة الطويلة اللي جاية طويلة شوية هنركز فيها جيشيفتس فيورا، جيشيفتس فيورا. طبعا حرف الها اللي هو الاتش اللي بعد اليو الاملاوت بيبقى سايلنت، لان احنا متفقين ان حرف الاتش في الالماني لما يبقى قبله متحرك وبعده حرف ساكن كده كده ما بيتقريش، وبنمد شويه الجزء الاولاني، يعني الكلمه دي لوحدها تبقى فيغر، يبقى الكلمه على بعضها مدير الاعمال تتنطق كده جيشيفتس فيرر. اللي بعدها جروس اينكوف، جروس اينكوف. الكلمه اللي بعدها جروس فاتر، جروس فاتر، ودي بتساوي اوبا، بتساوي اوبا. كلمة اللي بعدها تحية اسمها جروس، اللي وراها هاند شتاند، هاند شتاند. وكلمة هاند شتاند ديت بيجي معاها فعل ماخن يعني يفعل او يقوم ب، واقف على اليد. اللي بعدها هيربست اللي هو فصل الخريف، هيربست. هنقرا العمود ده تاني بسرعة. فوسبال، جاتن، جيبورتس اورت، جيبورتس تاج، جيشيفتس فيغا، جروس اينكوف، جروس فاتر، جروس هاندشتاند، هيربست. العمود اللي جنبه بوتاجاز دير هيرد، هير. هوتيل فخمان، هوتيل فخمان. كلمة موظف بالفندق جمعها بنشيل كلمة من ونحط مكانها كلمة لويت، يبقى هوتيل فخمان جمعها هوتيل فخ لويت. كلب هوند، هونجر، يوب، يوجينج أنتوج، يوجينج أنتوج. بكررها تاني، يوجينج أنتوج. يوج هارت، يورناليست، يورناليست. هنقرا العمود التاني في المربع بتاع دير بسرعة، هيرت، هير، هوتيل فاخمان، هوند، هونجا، يوب، يوجينج أنتوج، يوجينج أنتوج، يوج هارت، يورناليست. الكلمات الارتيكل بتاعتها دس، غاد، غام، هار، هينشن، هاندي، هاوس، هاوس تير، هايمات لاند، هوبي، هوتيل. هنقرا العمود ده تاني بسرعة، غاد، غام، هار، هينشن، هاندي، هاوس، هاوس تير، هايمات لاند، هوبي، هوتيل. العمود الثاني من داس، داس انترنت، داس انترفيو، داس يار، يو جينج فيتر، يو جينج فيتر. ودي معناها بالعربي ان الطقس حلو ينفع الواحد ينزل يتمشى فيه او يمارس رياضة. يو جينج فيتر، كاراتي، كاراتي. وكلمة كاراتي في الالماني ما يجيش معاها فعل شبيلن، يجي معاها فعل ماخن، يعني الواحد يقول ايش ماخي كاراتي. الكلمة اللي بعدها كاوف هاوس، كيلو، كند، كندر، تسمر، كينو. هنقرا العمود ده تاني بسرعة، انترنت، انترفيو، يا، يو جينج فيتر، كاراتي، كاوف هاوس، كيلو، كند، كندر، تسمر، كينو. هنبدأ في الكلمات اللي الارتيكل بتاعتها دي، وخلي بالكم الكلمات اللي اداتها دي شويه طويله. جروس إلترن، جروس إلترن، جروس موتر، ودي بتساوي اوما. جروبه، جروبن اربايت، جوركه، هالب بنسيون، هالب بنسيون. ونص نصف اقامه في الفنادق معناها ان انا بنزل في الفندق فطار وعشاء بس. اللي بعدها هاوبتشتات، هاوبتشتات، هاوس اوف جابه، هاوس اوف جابه، هاوس فراو، هاوس نمر، هاوس فراو، هاوس نمر. هناخد العمود ده تاني بسرعه، جروس إلترن، جروس موتر، جروبه، جروبن اربايت، جوركه، هالب بنسيون، هاوبتشتات، هاوس اوف جابه، هاوس فراو، هاوس نمر. العمود اللي جنبه هير كونفت، هير كونفت،
هيلفه هوخت سايت هوخت سايت هوتيل فخ فراو هوتيل فخ فراو هوتيل فخ فراو ايده انفورماتيك انفورماتيك انفورماتيون انفورماتيون يارست سايت يارست سايت يو جانج شو ها يو جانج شو ها واخر كلمه جورناليستين جورناليستين. الافعال وغالبا الافعال بيبقى نطقها سهل. رات فارن راتن راوخن ريدن ريجنن رايزن رايتن ريباريرن ريزرفيرن زاجن. رات فارن راتن راوخن ريدن ريجنن رايزن رايتن ريباريرن ريزرفيرن زاجن. العمود الثاني من الافعال زاملن، وده بمعنى يجمع مش يجمع. زاملن شيلن شاينن شيكن شلافن شميكن شنايدن شناين شرايبن شفيمن. الصفات اللي هي الفرشيدنس دي معناها متفرقات. دين ديركت دورت درينجند افكتيف اي جنيه اي امبيشن اي امبا اي امال اي انسلن. تاني العمود ده دين ديركت دورت درينجند افكتيف اي جنيه اي امبيشن اي امبار اي امال اي انسلن. العمود التاني اندلش اندلش انتشالديغونغ 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 ايرلاوبت فاست فرويت مش فرويت مش فريها فير مش فير مش جيبورن جيناو جي افنت.